كما كتشوفوا اخوتي اخواتاتي، انا عندي هذا الكاري ديال الجردة كما كتشوفوا، وهذا هاني غرست فيه لي سالاد. واليوم غنشارك معكم مطيشة والخيار كما كتشوفوا، الارض راه زوينه صراحه. انا ما درتش بزاف لان غادي الى ما بقاش كورونا نمشي للمغرب، قلت ما كاينلاش نخسرها، وغادي نعمل لكم هاد الكاري وغنشاركو معكم ان شاء الله. كما كتشوفوا عندي هاد الشريطه، هاد القنبه، هادي هاد الخيط، هو واش غادي نعبر شحال ندير ليسباس ديال مطيشة مع لي سالاد. وخليكم معايا. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، انا خليت 50 سنتيم ما بين هادي لي سالاد مع مطيشة كما كتشوفوا. هذا هو الخيط، مدرش في الوجه. كما كتشوفوا عند هاد البيكيات، هما هادو، هما هادو باش غادي ندير مطيشة، باش غادي نصيبها. وغادي ندير 20 سنتيم ما بين الخرى والخرى كما كتشوفوا. كما كتشوفوا اخوتي اخواتاتي، انا درت هذا الخيط وهذا باش نعبر به، درت 50 سنتيم ما بين هذه ما بين السلاد، من السلاد مع هنايا كاينه 50 كما كتشوفوها، ها هي 50. وغادي ندير ليسباس ما بين مطيشة ومطيشة 30 سنتيم ديال سنتيمتر. كما كتشوفوا انا قطعت هاد العود فيه 30 سنتيمتر باش تكون مطيشة مع مطيشة وحده. غادي نغرسها دابا هنا كما كتشوفوا، وغادي نعبر وبقى غادي، وعندي البيكيات باش غتشوفوني ان شاء الله ديال مطيشة. عندي البيكيات دول ميتاليك كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. ديال الميتاليك غادي نديرو هنا كما كتشوفو، ما بين هنا وهنا 30 سنتيمتر هنايا. كما كتشوفو هكدا، وغادي نستمر بنفس الطريقة كما كتشوفو. علاش أنا درت البيكيات؟ باش من العروق ديال مطيشة. هما هادو غادي نستعبر بهم خوتي خواتاتي كيما كتشوفو. غندير نفس الطريقة من هنا لهنا على 30 كيما كتشوفو. وكاين واحد التقييف هنا فاش كيكون الخيط، وهذا كتمنى تشوفو. كما كتشوفو هادو هما البيكيات اللي درت المطيشة مقالين مع الاخر مع الاخر هادو. وغادي نكمل معكم. كما كتشوفوا اخوتي اخواتاتي، انا درت لها هذوك البيكيات ديال المطيشة كما كتشوفوهم، هم مقالين مصفين اليني ودغوات، درتهم على 60 سنتيم ما بين هذا كما كتشوفوا هذا وهذا 60 بعدهم. في الاول درتهم على 30، قلت علاش ما نديرهم على 60 باش تكون عندي اتساع باش نخدم
الا بنكرد ماطيشه ونحي ليها الربيب ديالها كما كتشوفوا هما هادو. وخليكم معايا خوتي خواتاتي، كما كتشوفوا خوتي خواتاتي هاني درت البيكيات ديال الطوماط كما كتشوفوا، هما ميتاليك ديال الحديد كما كتشوفوا، وانا درتهم على بعد ما بين هادي وهادي 60 سنتيم، ما بين هادي 60 سنتيمتر كما كتشوفوا. جاو هما هادوك، وانا غادي نوريكم من بعد الزرع ديال ماطيشه، ونشارك معكم هاد الجريده ديالي خوتي خواتاتي. كما كتشوفوا كانت بكري الشتاء ودابا ما بقاش كتصب، صافي صحات، وقلت نخدم مع خوتي خواتاتي وخليكم معايا فرجه ممتعه. ها كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، هذه هي ماطيشه، النقله ديال ماطيشه، ودرت معها واحد الورده ديال الغنباز. على حقاش سميتو علاش درت انا معها ديال الغنباز؟ لانها كتحميها من المرضى، ما كتخليش لها الحشرات يجيو، هذا هو الغنباز. وكنتمنى الواحد اللي كيجر يدير الجرده يدير هذا الورد معها، راه كتحميها من المرضي والله ما يبقاش مريضه. ماطيشه كما كتشوفوا، وانا غادي نزرعهم وغادي نشاركهم معكم اخوتي خواتاتي، وفرجه ممتعه خوتي خواتاتي. خليكم معايا غادي نوريكم الطريقه باش نغرسوا ماطيشه. بسم الله توكلنا على الله. دابا عندنا ماطيشه هادي هي هادي كما كتشوفوا، غادي نحيدوا هاد الغريقات هادو باش ما يمسوش لينا الارض، وهاد الجيوم مالاتي غنحيدو هنا، نحيد حتى هادي ونتوكلوا على الله. وكنستمروا. خليكم معايا فرجه ممتعه كما كتشوفوا، هذه الطريقه باش غرست انا ماطيشه، درت عليها الغنباز، وغادي نكملوا وخليكم معايا فرجه ممتعه. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، انا زرعت كل شيء ماطيشه كما كتشوفوا، ودرت ليها هاد التبن. علاش؟ لان التبن ما غاديش يخليها تبقى شاده الميديتي باش ما تسقيه بزاف، وقت ما تصبت الشتاء غادي يبقى. عندي هنا الخيار كما كتشوفوا، كمكم، وهذا وهذا الكرافس، هذه حاره، وهذه فلاح حلوه، وهذه القريعه الصغيره الكورجيتا كما كتشوفوا. هي هذه درت لها التبن وبغيت بحال صبت الشتاء ولا شي حاجه باش يبقى داك الشيء شاد كما كتشوفوا. هذه هي الطريقه باش غرستها انا، ونتمنى من الله تنجح لي هذه الجرده لان اول مره كندير هذا الشيء، وانا قلت نجرب، علاش ما نجربش ندير لها التبن ونشوف هذه الطريقه كي غادي تجي. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله، هذا الفيديو كيتمنى يعجبكم خوتي خواتاتي، وغادي نشارك معكم الجردة ديالي. الى الفيديو المقبل ان شاء الله، مع السلامة. كنتمنى لكم حياة سعيدة وكلها افراح وكلها سرور يا ربي، وكما تمنيتو في خاطركم حققها لكم يا ربي. وبارطاج
مع الاحباب والعزيز عليكم صيفطوا عليه. خوكم بوجمعة الهواري من فرنسا.